أكد رئيس هيئة الدفاع في مقاطعة كوباني تكبيد إرهابي داعش خسائر كبيرة في الاشتباكات التي تدور في محيط كوباني، وأوضح أن إرهابي داعش يبعدون عن المدينة مسافة 10 إلى 15 كيلومترا، لافتا إلى أن إرهابي داعش لم يتقدموا منذ ليلة أمس بعد تكبدهم خسائر كبيرة على أيدي وحدات الحماية الكردية. وأشار إلى أن كوباني محاصرة من إرهابيي داعش منذ 6 أشهر، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي ارتكب المجازر في القرى التي احتلتها في محيط أو التي احتلها في محيط المدينة، لافتا أن المعارك مستمرة في محيط كوباني من الجهات الأربع. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 100,000 مواطن كردي نزحوا عن كوباني إلى تركيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية جراء هجمات إرهابي داعش. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تدفق النازحين ما يزال مستمرا، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى مئات الآلاف.